نروح بقى للنادي الاهلي والفريق الاول. النادي الاهلي اللي زي ما اقول لحضراتكم هيكون عنده مباراه قويه جدا يوم السبت القادم. وزي ما اقول لحضراتكم دايما مباريات الاهلي مع الفرق السودانيه فيها نديه وفيها قوه. المريخ السوداني خلاص حظوظه بالنسبه للبطوله تعتبر الامال بعيده، ولكن تبقى مباريات الاهلي، تبقى مباريات الاهلي والفرق السودانيه مباريات قويه جدا. علشان كده النادي الاهلي لازم يستعد استعداد جيد. النادي الاهلي لسه ما حسمش بطاقه الصعود للدور القادم، ولكن النادي الاهلي زي ما اقول لحضراتكم بيمر بظروف دلوقتي الفتره دي. لعيبه، ست لاعبين جايين من المنتخب الاول لسه هينتظموا في التمرين غدا ان شاء الله. محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمد شريف، قفشه، دي اللعيبه اللي كانت منضمه في المنتخب الاول. وكمان في لاعيبه المنتخب الاولمبي، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، رمضان بيكهام. يعني في لعيبه في حته الانسجام، حته الجماعيه مره ثانيه، دي اللي هيلاقي ممكن صعوبه فيها الجهاز الفني خلال اليومين الجايين. انت عندك تمرينتين وبعد كده هتلاقي المريخ. مهم جدا انك ترجع لنغمه الانتصارات اللي احنا شفناها في المباراه الاخيره للنادي الاهلي امام فيتا كلوب. النادي الاهلي رغم الظروف الصعبه اللي كانت فيتا كلوب وكانت المباراه خارج ملعبه، لكن اللعيبه ما شاء الله ادت مباراه في منتهى الروعه. علشان كده بقول شخصيه البطل، شخصيه البطل اللي عايز دايما يحقق البطوله، المباريات او البطوله بتبتدي من المباريات اللي خارج ملعبك. علشان كده مباريات المريخ القادمه باكد على اهميتها. المكسب ان شاء الله بنضمن الصعود، وكمان النادي الاهلي ليه هدف غير الصعود، هو الصعود للمركز الاول علشان تقابل التواني، بتكون المواجهات اقل يعني نسبيا. لكن شخصيه البطل زي ما اقول لحضراتكم بتبتدي من بره، بتدي رساله كمان للفرق اللي انت بتلاعبها انك انت النهارده بكسب خارج ملعبي زي ما كسبنا فيتا كلوب هناك في ملعبها 3-0، وده كان انجاز لاول مره فريق من الفرق المصريه بيكسب فرق من كونغو خارج ملعبها. علشان كده ده كان يعني حاجه بتدي رساله للفرق الثانيه. النادي الاهلي كسب هنا المريخ على ملعبه في استاد القاهره 3. المريخ فرقه محترمه بالرغم انها حظوظها خلاص تعتبر يعني مش موجوده في البطوله، لكن اللعيبه هتلعب باريحيه، اللعيبه هتلعب النهارده انها عايزه تقدم مباراه قويه امام النادي الاهلي. وزي ما بقول لحضراتكم دايما مباريات الكره السودانيه والكره المصريه بتكون فيها نديه، ومن هنا بنتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي انه يحقق الهدف. كمان الهدف ان احنا عندنا من ضمن الصعوبات اللي زي ما بقول لحضراتكم لعيبه المنتخب الاول هتتجمع بكره، لعيبه المنتخب الاولمبي ايضا هتتجمع بكره، اول تمرين ليها بكره. النهارده انتظم صلاح محسن ومصطفى الشوبير، لكن كل اللعيبه هتبتدي ان شاء الله من بكره. الظروف ايضا الصعبه اللي مر بيها النادي الاهلي هي اصابه علي معلول احد الركائز الاساسيه المهمه جدا في تيم النادي الاهلي، ومحمود وحيد. فعندك قصور شويه في الحته، عندك كمان قصور في الحته الشمال، عندك ايضا حمدي فتحي من العناصر الاساسيه المهمه جدا في وسط الملعب. النهارده حمدي فتحي بيقولوا لي دلوقتي اجرى عمليه النهارده، وبنتمنى له ان شاء الله السلامه، يعني البركه بقى في عمرو السليه، في اكرم توفيق، في ديانج اللي كمان هينضم بكره للتدريبات، كمان عوده من مالي بواليا للعوده من منتخبه. فهي دي الظروف اللي بمر بها النادي الاهلي قبل لقاء المريخ. نتمنى ان شاء الله اللعيبه تبدا تجمع تجمع نفسها بكره، وكمان يتكلموا على اهميه المباراه القادمه اللي هتكون في غايه الصعوبه امام المريخ يوم السبت القادم الساعه 3.